السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو فيه تمارين داعمة في مجال القياس، يعني في مجال من مجالات مادة الرياضيات المستوى السادس ابتدائي، دائما في إطار داك السلسلة اللي قلنا ديال التمارين الداعمة اللي كندعمو فيها التعثرات ديال التلاميذ والتلميذات ديال المستوى السادس ابتدائي، بخصوص الدروس اللي درناهم في الدورة الأولى، باش نبدأ إن شاء الله دورة ثانية مليئة بالنجاحات وبالإنجازات. إذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم، ومرحبا بكم. إذا تمارين داعمة في مجال القياس، كنت درت معكم تمارين داعمة في مجالات كل من الإعداد والحساب وكذلك مجال الهندسة، واليوم غنديرو في مجال القياس. إذا السؤال الأول، أحول إلى الوحدة المطلوبة. كما كتعرفوا من أهم الدروس اللي كاينين في مجال القياس وهي التحويلات، جداول التحويلات. عندنا 4 ديال الجداول أساسية قريناهم هذا العام في المستوى السادس ابتدائي. الجدول الأول هو اللي كيخص المتر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر إلى غير ذلك، هذا جدول وحدات قياس الأطوال. نسبة الجدول اللي فيه طن، الغرام، الكيلوغرام، اتسيتيرا اتسيتيرا، هذاك ديال جدول وحدات قياس الكتل. بالنسبه للسنتيمتر مربع، ديسيمتر مربع الى غير ذلك، هذا كيخص المساحه. وبالنسبه للميجا اوكتي، كيلو اوكتي، تيغا اوكتي، هذا كيخص الجدول وحدات قياس مساحه التخزين او بيان سعه التخزين الرقمي. اذا نبداو اولا التحويلات، والتحويلات غادي نديروهم بالاعتماد على جداول التحويلات اللي رسمتهم انا ديجا هنايا في واحد الورقه مستقله. في كل تحويل غنستعملوا جدول معين. بالنسبه للتحويل الاول عندنا كيلومتر المتر، وغادي نحولوا للديسيمتر. هذا التحويل هذا غنستعملوا جدول وحدات قياس الاطوال، وغنستعملوا واحد القلم الرصاص، انتبهوا معي. اذا عندي 81.7 كيلومتر، غنحولها الى الديسيمتر. اذا اولا ماذا ساكتب في الكيلومتر؟ ساكتب 1، وهنا 8.7، غنحولها الى ماذا؟ غنحولها الى الديسيمات. اذا غنحيد الفاصله وغنقلها الى الديسيمات، 0.00. غندوزو الان 455 متر، غنحولها الى الديسيمات. اذا هنا عدد صحيح طبيعي، اكتب رقم وحداته في المتر، اذا 5 5، وهنا 4، وساحولها الى الديسيمات ثم ساجمع. اذا 0 5 5، 4 + 7 = 11، اكتب 1 واحتفظ بواحد، 1 + 1 = 2، وهنا 8، والجواب هو 881,550. إذا سأكتبها هنا، إذا 821,550 ديسيمتر، صافي؟ مزيان. ندوزو الآن إلى 7 ميجا أوكتي، كيلو إك، غنحولها إلى كيلو، غنحولها إلى الكيلو أوكتي، ثم سأحولها إلى التيغا أوكتي. إذا هنا غنستعملو هذا الجدول الأخير، وهو جدول وحدات قياس سعة التخزين الرقمي. وهنا من طبيعة الحال كل صنف مقسم إلى 3، صافي، حنا بدون ما نقسمو صافي معروف هنا 1 2 3، إذا وحدات، عشرات، ومئات إلى غير ذلك. إذا شنو عندنا هنايا؟ 7 ميجا أوكتي، إذا سأكتب 7 ميجا أوكتي، فين هي الميجا أوكتي؟ هي هذه. سأحولها إلى ماذا؟ سأحولها إلى الكيلو أوكتي، كيلو أوكتي هي هذه. إذا سأضيف 3 أصفار، هي 7000، إذا هي 7000 كيلو أوكتي، 7000 كيلو أوكتي. غنحولها عاوتاني إلى تيغا أوكتي، غنشوفو تيغا أوكتي فين كاينة. تيغا أوكتي هي هادي، إذا 0 0 0 0 0 0، إذا هي 0.57، صافي، 0.5 جوج تلاتة أربعة خمسة و7، صافي. اذا 7 ميجا اوكتي كتساوي 7000 كيلو اوكتي كتساوي 0.00007 تيغا اوكتي، صافي. ندوزو الان للتحويل الثالث، 122 طن 2 كيلوغرام، نحولها الى الدي سي غرام. اذا نستعملو هنا جدول وحدات قياس الكتل، صافي، انتبهوا معايا. اذا نكتبو 122 طن، اذا طبيعة الحال هنا 2 و 12 غتكون برا، مزيان. غنحولها إلى ماذا؟ إلى الديسيغرام، تشوف هنا الديسيغرام، إذا 0 0 0 0 0 0، صافي. ثم غندوزو 2 كيلوغرام، هي كيلوغرام، غنحولها إلى كذلك إلى الديسيغرام، 0 0 0، ثم سنجمع. إذا هنا 0 0 0 0، و
هنا اثنان، هنا صفر صفر، هنا اثنان، هنا اثنان واحد. إذن جاوب واحدة. إذن ها ثلاثة ديال الأصفار، ها ثلاثة ديال الأصفار، ها ثلاثة ديال الأصفار. إذن مليار ومئتان وعشرون مليونا وعشرون ألفا. إذن مليار ها هو، ومئتان وعشرون مليونا وعشرون ألفا دي سي غرام. صافي، ندوزو الأخيرا، التحويل الأخير واللي كيخص جدول وحدات قياس المساحة 5.7 سنتيمتر مربع. هي سنتيمتر مربع، هي دي 5.7. ها نحولها لين، نحولها إلى المتر مربع، نحولها إلى المتر مربع. نحيد الفاصلة ونزيد صفر 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 صفر، ندير الفاصلة هنا. 214 ديسيمتر مربع، 214. إذن 14 هنا، 214 نحولها إلى المتر، تجي اثنان، ثم سأجمع. صافي، إذن 7.50، وهنا 4، هنا واحد، أنزل الفاصلة، وهنا اثنان. إذا 2.14750. إذا 2.14750 متر مربع هو التحويل الأخير. صافي، إذا وكننتهيو من هذا السؤال الأول اللي كيخص التحويلات. ثم السؤال الثاني، أرتب تناقصيا الأعداد التالية. إذا هنا غنرتبو تناقصيا، كان خصني هنايا ندير ماشي الاعداد، كان خصني ندير القياسات التاليه، لانهم هادو قياسات كيخصوا كذلك جداول التحويل. لاحظوا هنايا غادي نرتبوهم، اذا نرتبوهم تناقصيا، يعني من الاكبر الى الاصغر. باش نرتبوهم من الاكبر الى الاصغر، اولا خصنا نفس الوحده. لاحظوا هنايا عندنا الديكاغرام، عندنا ميليغرام، عندنا كيلوغرام، وهنا عندنا الغرام. اذا كما كتلاحظوا واش عندهم نفس الوحده؟ اذا ما عندهمش نفس الوحده، وبالتالي شنو خصني ندير؟ خصني نحولهم كاملين لواحد الوحده. مثلا نختار الغرام، اذا هذه ما غنحولهاش، هادوما كاملين غنحولهم الى الغرام، ومن بعد غادي يكونوا كاملين بالغرام. ديك الساعات غادي يسهل عليا الترتيب ديالهم. صافي، غنستعمل من طبيعه الحال جداول التحويلات، وبالضبط جدول وحدات قياس ماذا؟ قياس هذا، قياس الكتل. صافي، انتبهوا معايا. اذا هذه غنخليوها، صافي هذه نخليوها. ندوزو 19 كيلوغرام، شحال فيها من غرام؟ 19 كيلوغرام. اذا ها هي كيلوغرام، ها 19، شحال فيها من غرام؟ نزيدو صفر صفر صفر، اذا فيها 19000 غرام. اذا هنايا 19000 غرام. ندوزو الان الى 200 ميليغرام، 200 ميليغرام. فين هي الميليغرام؟ الميليغرام هي هذه، صفر صفر اثنان، اذا هي 0.2 ميلي غرام، 0.2 غرام. صافي، ندوزو 19.91 ديكا غرام، 19.91 ديكا غرام. إذا هي دي ديكا غرام تساوي لي 199.1، 199.1 غرام. دابا غيسهل عليا الترتيب ديال هاد القياسات. هنا عندي 199.1 غرام، هنا عندي 0.2 غرام، هنا عندي 19000 غرام، وهنا عندي 9.31 غرام. اذا واضحة شكون اللي كبيرة، هي 19000. صافي، اذا ها هي 19000 غرام اكبر من ماذا؟ هي مشات اكبر من 199.1 غرام، هي مشات اكبر من 9.31 غرام، أكبر من 0.2 غرام. ودابا غنعوضهم بالقيم ديالهم، صافي، بالقياسات الأصلية. إذا 19 غرام هي كتكافئ 19، عفوا 19000 غرام كتكافئ 19 كيلوغرام، أكبر من ماذا؟ من 199.1 غرام اللي كتكافئ 19.91 ديكاغرام. اللي كتكافئ من بعد 9.31 هذه غتبقى هي 31 غرام. ثم هنا 200 ميلي غرام. صافي، 200 ميلي غرام. ندوزو للسؤال الثالث، وهو عبارة عن مسألة بسيطة جدا. يملك فلاح بستانا مستطيل الشكل، يوجد به 24 صفا من أشجار البرتقال، وكل صف يتضمن 12 شجرة. خلال موسم فلاحي أعطت كل شجرة 20 كيلوغرام من البرتقال. باع الفلاح، إذا عاودت هنا هذا الفلاح من، باع الفلاح من الغلة 2260 كيلوغرام في عين المكان، وحمل الباقي في شحنة من أجل بيعها في سوق أسبوعي. احسب بالقنطار كتلة الشحنة. مزيان، باش نوصف لكم هاد
المسألة، مسألة هي بسيطة. واحد الفلاح عنده واحد البستان، واحد البستان مثلا بحال هذا، بستان مستطيل الشكل مزيان. هذا البستان شحال فيه من صف؟ فيه 24 صف، يعني 24 ديال الصفوف هكا، ديال اش؟ ديال البرتقال. 24 صفا من البرتقال، مزيان، من أشجار البرتقال. كل صف، دابا هذا الصف هذا الأول، شحال فيه من شجرة؟ فيه 12، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، شحال؟ 12 شجرة ديال البرتقال، هي غادية. إذا كل صف من ديك 24 صف فيه 12 شجرة، مزيان. دابا في واحد الموسم فلاحي أعطت كل شجرة، كل شجرة من بين الأشجار اللي كاينة في كل صف، شحال عطات؟ 20 كيلوغرام. 20 كيلوغرام هو أو هي الغلة اللي أعطات كل شجرة ديال هاد الفلاح، كل شجرة من الصف. إذا 20 كيلوغرام، 20 كيلوغرام، 20 كيلوغرام، 20 كيلوغرام، 12 ديال الشجرات، كل شجرة حصلت على 20 كيلوغرام. إذا أول شيء خصنا نعرفوه هو أننا نعرفوه شحال من كيلوغرام كاين في كل صف. إذا باش نعرفوا كم من كيلوغرام في كل صف، نقولوا نحسب غلة كل صف، كل صف الغلة ديالو. إذا الغلة ديال الصف أنا عندي 12 شجرة، فاين نضربها في 20، 20 كيلوغرام، وهي الغلة ديال كل شجرة. إذا 12 في 20 كتساوي 240 كيلوغرام، هذا هو هذه هي الغلة ديال كل صف. شحال عندنا ديال الصفوف؟ نحسب كتلة الغلة بالكامل. الكتلة ديال الغلة شنو خصني ندير؟ 240 اللي هي الغلة ديال كل صف، غنضربها في عدد الصفوف اللي هي 24 صف. 240 اللي غنضربوها في 24 غادي تعطينا 5760 كيلوغرام. هذه هي الغلة الإجمالية، صافي. إذا احنا هنايا في الجملة الأخيرة، باع الفلاح من الغلة 2260 كيلوغرام في عين المكان. إذا في عين المكان، في الجنان ديالو، يعني في البستان ديالو، جا عندهم مثلا واحد الكاميو بغى واحد الغلة ديال 2260 كيلوغرام، باعالو تما في داك البستان، مزيان. والباقي ديال الغلة، وحمل الباقي في شحنة من أجل بيعها في سوق أسبوعي. وداكشي اللي بقالو من الغلة مشى باش يبيعو في السوق الأسبوعي، مزيان. السؤال هو أحسب بالقنطار كتلة الشحنة، بغينا نعرفو الكتلة ديال الشحنة اللي غادي يبيعها في السوق الأسبوعي. إذا نحسبوها بعدا بالكيلوغرام، ومن بعد نحولوها إلى القنطار. اذا حنا عندنا الشحنه بالكامل، بغينا نعرفوا الشحنه اللي بقات له، صافي، اللي بقات له باش يبيعها في السوق الاسبوعي. اذا فقط يكفي اننا نضربوا، اذا نحسب كتله الشحنه ونديروا 5760 ناقص 2260 كيلوغرام، غادي نحصلوا على 3500 كيلوغرام. هذه هي كتله الشحنه اللي غادي يبيعها هاد الفلاح في السوق. اذا 3500 كيلوغرام شحال فيها من قنطار؟ غادي نرجعو عاوتاني لداك جدول التحويلات اللي هو هذا، جدول وحدات قياس الكتل، وغادي نديرو شحال غنديرو؟ نديرو 3500 كيلوغرام. اذا كيلوغرام ها هي، اذا نكتبو الصفر، اذا 0053، غادي نحولوها الى القنطار. القنطار هو هذا، نديرو فاصله هنا، اذا 35 قنطارا، 35 قنطارا، اذا تساوي 35 قنطارا. وبهذا غادي نكونوا كملنا هذا الفيديو اللي كان كيخص تمارين دائمه في مجال الهندسه، كيخص ماده الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.